معايا عبر الهاتف الآن الأستاذة نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستقيلة مؤخرا. أستاذة نانسي مساء الخير، مشرفة ومنورة. مساء الخير كريم، وسعيدة جدا أنا موجودة، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام. ده شرف ليا. إيه بقى الكواليس؟ ليه اتقال إن أنت مش هتستقيلي، وليه النهاردة تفاجأنا جميعا إن أنت استقلتي؟ أنت أكثر الأعضاء يمكن كمان كان وضوحا عبر الجماهير أو أمام الجماهير بالاستقالة النهاردة على السوشيال. يعني خليني في البداية أشكر أعضاء الجمعية العمومية وجمهور النادي الإسماعيلي العريق اللي من أول لحظة فكرت فيها أكون أول فتاة في تاريخ النادي الإسماعيلي تحصل على أعلى الأصوات مستقلة تحت السن، فكانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. حاولت إن أنا أشتغل الفترة اللي فاتت، وبالتأكيد بعتذر لهم عن أي تقصير أنا يعني كان مني بشكل شخصي أو تقصير من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. الفترة اللي فاتت في سنة وثلاث شهور كانوا يعني فيهم إنجازات بالنسبة لي بشكل شخصي يعني في العمل الإداري، ولكن يعني في الأول وفي الآخر هي النتائج هي اللي بتحكم القرارات، النتائج السلبية خلال الفترة اللي فاتت. زي ما أنا قلت لك دي كانت بدايتي وبداية مشواري الإداري، وفي نادي أنا بحبه وبنت النادي الإسماعيلي سواء إعلامية أو صحفية لمدة سنوات كبيرة جدا. فتمسكت لغاية آخر لحظة إن أنا عندي أمل إن إحنا نقدر نعمل حاجة، والأمل على فكرة لسه موجود إن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إن تقدر اللجنة إن شاء الله يعني تلحق النادي الإسماعيلي، مش مكانته أبدا المكان اللي هو فيه. فإن شاء الله الفترة اللي جاية اللجنة الجديدة تكون قد مسؤولية، وإن هي كل الدعم ليها إن هي تقدر إن هي يعني ترجع الإسماعيلي لمكانته الطبيعية. كان هدفي هو بس البطولات، ومن يوم ما دخلت وأنا حاسة إن أنا أشوف النادي الإسماعيلي تاني داخل المربع الذهبي. زي ما أنا قلت لك هو ده السبب إن أنا كنت لغاية إمبارح والنهاردة على فكرة، والقرار أخدته بس حاسة إن أنا كان نفسي أفضل وأساعد النادي على قد ما أقدر، ولكن في الآخر قدر الله ما شاء فعل. ايه اللي خلاكي تتراجعي في قرارك؟ يعني ليه امبارح كنت رافضه الاستقاله وليه النهارده خدتي قرار الاستقاله؟ لا انا عاوزه وعندي احساس ان انا لازم نكون صامدين، وان احنا نحاول وان احنا ندي النادي الاسماعيلي ونقدر ننقذ الوضع. ولكن لما يكون رئيس النادي والنائب اخذ القرار وامين الصندوق والمسؤولين او اعضاء مجلس الاداره، فبالتاكيد انا من بقالي فتره حاسه ان انا عاوزه ان انا يعني اتقدم باستقالتي، ولكن عندي حماس ان انا افضل. يعني عارف اللي هو انت حاسس ان انت خلاص كده كفايه، بس في نفس الوقت لا، انت مش ضعيف، انت لازم تكمل ولازم تقف وتساند بيتك اللي انت حاولت ان انت تدخل وتتطوع فيه. وبالعكس يمكن انا شغلي الاعلامي تراجع، وانا كشغلي كاعلاميه وصحفيه الفتره اللي فاتت او سنه ونص تراجعت كتير جدا، لاني ركزت في حته ان انا ادي في ملفاتي سواء كره قدم نسائيه سواء لجنه مرأة سواء كره يد نسائيه، الملف الاعلامي كمان نقدر نشتغل وبتواصل مع النجوم وزملائي ان احنا نقدر ازاي نعيد او نبرز الدور الاعلامي داخل النادي الاسماعيلي. ولكن كنا بنقابل طريق مسدود بوجود اللجان الإلكترونية اللي على السوشيال ميديا اللي بتقدر إن هي تخترق سواء الجماهير أو في نفس الوقت بتهز استقرار النادي. طيب نانسي، أنت جيتي النقطة مهمة جدا، أنت كلمتي معايا دلوقتي عن لجان إلكترونية كانت بتحاول تفضلي مش صوتك بس بيقطع تاني يا نانسي معلش. ألو أنت معايا؟ طيب أنا بسألك على اللجان الإلكترونية بتحاول تعيق عمل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. هل في رأيك وأنت خارج دلوقتي وأنت واحدة منتمية لنادي الإسماعيلي، هل إدارة النادي الإسماعيلي عملت ما يرضي جماهير النادي الإسماعيلي؟ عملت شغلها بالشكل المثالي السليم الصحيح اللي يرضي جماهير النادي الإسماعيلي عشان ما تلاقوش انتقادات أو هجوم أو مشاكل؟ ولا شايفة إنه كان فيه بصراحة يعني أخطاء؟ ده تقصير
تقصير. تقصير. ده تقصير بالفعل بالفعل. ده تقصير من ان دايما قلت لك انا في الاول انا قبل ما اكون مسؤوله داخل النادي الاسماعيلي سنه واحده من جمهور النادي الاسماعيلي اللي مستعجله وعاوزه افرح وعاوزه عاوزه انا يعني ده كله طموح عند مجلس الإدارة. ما فيش حد داخل يفشل يا كريم، كلنا داخلين نشتغل، كلنا داخلين متطوعين عاوزين نعمل حاجة للنادي. يمكن أنا كدوري كإعلامية بالعكس أنا اختفيت وتراجعت لأني عاوزة أركز أكتر في ملفات أخرى ونبذلها داخل النادي الإسماعيلي عشان نطلع منهم أبطال. هو ده دور الرياضة. صحيح. النادي الاسماعيلي القضيه بتاعته ب 250 جنيه و300 جنيه، النادي الاسماعيلي العريق قضيه الجمعيه العموميه دي عشان تبقى عضو داخل النادي الاسماعيلي مش ب 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 زي الانديه، لا ده ب 250 جنيه يبقى معاك عضويه برقم يحق لك ان انت تنزل انتخابات وتحق لك ان انت تدي صوتك وان يعني تشارك. طب فين فين الموارد الاقتصاديه للنادي؟ احنا كلنا بنتكلم طب المهندس يحيى كتر خيره راجل حاول ان هو يساعد على قد ما يقدر من جيبه خاصه بقى مقرض النادي او صارف مصاريف داخل النادي الاسماعيلي، لكن فين يعني نقدر نقول الموارد الاقتصاديه الثابته في النادي الاسماعيلي؟ فين النادي الاجتماعي؟ يعني احنا خدنا وعد سنين كتير ان احنا في نادي اجتماعي وشفناه مبنى لكن احنا ما استلمناهوش حتى الان. ليه؟ يعني يعني في بعض الحاجات ان شاء الله يتطور واللجنه هتستلمه ويبقى طيب. نانسي انا من العضويات دي أنا... دي انا بكلمك على الحاجتين الاساسيين اللي هم ممكن جنب اللعيبه بقى والاستقرار الفني والاستقرار الاداري. طيب ما هو لحظه واحده بقى. انا عايز اسالك على حاجه مهمه جدا في الاستقرار الفني. اكثر ما يزعج الجماهير الاسماعيلي مش بس جماهير الاسماعيلي، كل المتابعين لكره القدم ومتابعين نادي الاسماعيلي او محبين النادي الاسماعيلي، السؤال الابرز لماذا رحل الكابتن حمزه الجمل بنهايه الموسم الماضي وهو يقدم مباريات جيده وهو انقذ الاسماعيلي الموسم الماضي من مرحله صعبه، لماذا رحل الكابتن حمزه الجمل وبعدها دخل الاسماعيلي مره اخرى في مرحله تغيير كثير للمدربين وانتم معاكم مدرب مستقر وهو من ابناء النادي الاسماعيلي؟ بص كريم يعني زي ما انا قلت لك في البدايه محدش عاوز اي فشل. انا يمكن لما اتقال اسم كابتن حمزه انا كان عندي تحفظ على وجود كابتن حمزه علشان هو كان بعيد عن الدوري المصري سنين وانا كنت صريحه معاه وهو الراجل عارف كده. بالعكس وفي الاخر رحبنا بيه وهو لما خد الفرصه بتاعته وان هو قدر ان هو يثبت ان هو مدرب قدير وكبير وكان في بعض انه ممكن يتغير، لا تمسكت ان هو يكون موجود ومكمل علشان النتائج الايجابيه. الطموح موجود في كل اداره، الطموح ان انت دلوقتي ابن من ابناء النادي الاسماعيلي قدرت ان انت تساعد النادي الاسماعيلي ان هو يعدي ويبقى في مرحله الامان. كان في طموح اكبر بقى ان تجيب مدير فني اجنبي كتير عشان عشان اسباب كتيره جدا منها يعني الطموح ان يرجع تاني مربع ذهبي يبقى عنده في فكر تاني مع لجنه كوره وجود كابتن حسني عبد ربه في الوقت ده مع بعض الاشخاص اللي كانوا موجودين وكان عاوزين فكر وطموح اكبر. انا مش فنيه ولكن اداريه كنت بوافق جدا على قرار لجنه الكوره زي ما لجنه الكوره مثلا ليها قالت رايها في وجود كابتن ميدو او غيره. أنا برضه حفظت على كابتن ميدو. أنا بالنسبة لي حضرتك بقالك 3-4 سنين بعيد فأنا يعني مش عارفة يعني أنا عاوزة أدرب في الملعب. أنا عشان الصوت راح بس يا أستاذة نانسي بعد إذنك، أنت بتقولي دلوقتي إن أنت تحفظتي على تولي ميدو المهمة الفنية للنادي الإسماعيلي. تحفظت على قرار كابتن ميدو وعلى فكرة قلت له في وشه وهو تقبل ده جدا ورد بسلاسة وعنده تحدي. يعني أنا ده في الأول لكن بعد كده شفت منه تحدي وحماس وإصرار إن هو عنده عزيمه ان اللعيبه ترجع معاه وبالعكس المدربين اللي معاه كمان بعضهم اشادوا بيه يعني كلموني
فانا مش فنيه ولكن اداريه، يعني انا بوفر للفنيين بيقولوه ده المفروض ان ده دورنا. وبعدين انا قلت لك يمكن دوري كتحت السن كنت واخده ملفاتي ولكن بشارك في القرارات. ما طبعا ما كنت لسه هسالك، انا كنت لسه هسالك، ما انت اكيد لك صوت ولك جزء من القرارات. انت مشارك في القرارات صحيح، بس مجلس اداره مقفول علينا، في اجتماعات مجلس اداره موجوده في مجلس الشباب والرياضه مسجله تحفظي على ايه؟ الصوت مش واضح يا نانسي، لو فهمك لو في مكان تاني افضل. انت معايا؟ اه اتفضلي. كلنا اشتغل وكلنا حاولنا. طيب استاذ نانسي هنحاول نتصل بيكي مره اخرى عشان الصوت كده راح خالص، نرجع لك مره اخرى. كلام مهم جدا وكلام يعني في كشف لكثير من الامور في كواليس إدارة النادي الإسماعيلي الفترة الماضية.